هذه اللغة هي السائدة هنا، والتي من خلالها تحقق قوات الجيش الوطني انتصارات متلاحقة، لا سيما بعد تحرير نجد قسيم ومركز مديرية المصراخ. من على قمم هذه الجبال يلاحق أفراد اللواء 35 مدرع ما تبقى من الميليشيات الإنقلابية في عزلة الأقروض لاستكمال تحرير مديرية المصراخ. جبل ورق الموجود خلفنا وحصن الوراق والمطالي، هذه الأماكن المتواجد فيها العدو، وإن شاء الله في الأيام القادمة سنحقق النصر وسندحرهم بإذن الله، لأنهم أصبحوا في ذعر وخوف ورعب. على الجانب الآخر يقطع هؤلاء الشبان مسافات طويلة متحدين صعوبة المكان وخطورته في سبيل إيصال الطعام والذخيرة للمقاتلين. فواز الحمادي، قناة بلقيس، الأقروض، تعز.